أيها المؤمنون، وإن من الركائز العظيمة في تأديب الأبناء وتربيتهم تعاهدهم في باب الجليس والصاحب، فإن الصاحب ساحب ومؤثر في جليسه ولا بد. ويبين لهم ذلك المثال الرفيع الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في بيان تأثير الصاحب على صاحبه في الخير أو الشر. ففي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فأما حامل المسك فإما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه أو أن تجد منه رائحة طيبة، وأما نافخ الكير فإما أن يحرق ثيابك أو أن تجد منه رائحة خبيثة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. ثم عباد الله، في هذا الباب، باب الأصحاب والجلساء، لقد استجد في زماننا هذا نوع من الأصحاب والجلساء لم يكن له وجود في زمن سابق، ألا وهو عباد الله مجالسة القنوات الفضائية ومواقع الأنترنت ونحو ذلك من خلال الوسائل الحديثة التي استجدت في بيوت الناس وفي أيديهم في زماننا هذا. ولهذا يلزم الآباء متابعة أبنائهم في هذا النوع من الأصحاب، لأن له تأثيرا بالغا وخطورة عظيمة على العقول والأديان والأخلاق والآداب، فكم تاه من الشباب والشابات بسبب هذه الوسائل في أمور عظيمة وبلايا جسيمة لا يعلم مداها إلا الله تبارك وتعالى.